في البداية جاني سؤال من أم بتسأل، بتقول بنتي عمرها سنة وظهر لها قشرة في فروة شعرها، يا ترى أستخدم لها شامبو إيه؟ خلينا نتفق إن في السن الصغير ده القشرة بتختلف عن القشرة اللي اتكلمنا عليها الحلقة اللي فاتت، يعني هي مش قشرة مرضية ولا هي فطر، هي ببساطة قوي كده إن يعني جلد الفروة بيتغير ببساطة يعني، تمام؟ فالقشرة دي مش محتاجة أكتر من ترطيب زي ما اتفقنا، زيت خفيف أو حتى زيت البيبي اللي حضرتك بتدهني بيه جسم طفلك تقدري تدهني بيه الفروة وهتلاقي القشرة دي بتختفي يوم بعد يوم.